خمسة خمسة واحد ستة واحد صفر ورسائلكم نصيل قصير للسمس نستقبل على سبعة صفر صفر تسعة سبعة صفر صفر تسعة طبعا ننتقل أخونا هارون هارون راسم ثنتين ياسات طبعا مواطنات على على حسب الرسم يعني كل وحدة ياسب عبايتها وبرقعها قدام التلفزيون والتلفزيون شكله بعد ما الأول ومحطيات دلة القهوة ودلة الشاي وفي الشاشة مكتوب عودة مهند أظني مهند مسوي مسلسل جديد فعودة مهند ووحدة تقول عاد البطل عاد والثانية تقول وحليل مهند ضعفان ف ما أدري والله الأخبار لهالدرجة وصل يعني عشان مهند يعني مهند ولميس هل نحن شعب استهلاكي لهذه الدرجة يعني استهلاكي وشعب سطحي في فكره وفي اختياراته وبس اللهم نقضي اوقاتنا امام التلفزيون وفي المشتريات لفتت نظري نظاره تو حصلت انا ما مب... بانها لفتت نظري يعني عيبتني لا بس ابغى اعرف شو الاستغلال اللي يصير في الوقت في الوقت هذا وبهالمناسبات رايحين عندهم مناسبه تو انهم يوم الحب مالهم ولا عيد الحب ولا ما ادري شو يسمون الدنيا كلها تحمر عندهم فشوف الشركات كيف تستغل الوضع نظاره نظاره عاديه ما فيها شيء يعني بس بنفس اللون تقريبا لون احمر او وردي او شيء من هذا القبيل قيمته 3700 درهم 1000 دولار تقريبا فشوف الاستغلال كيف الحين بتطلع لك بعد في بعض المحال مال المجوهرات يسوي لك قلادات وما قلادات بهذه المناسبه ودفع مثل ما واحد قال قالوا شو الفرق بين عيد الحب وعيد الاضحى؟ قال الفرق ان هناك يندفع للخروف على اساس انه ينذبح والفرق في عيد الحب ان الخروف هو اللي يدفع على حسب ما يقولون يعني فالله المستعان الله يجيرنا بس اذا نحن متواصلين لا اكيد صدقني اكيد هاي اسعارهم لا لا نفس الشيء ما في فرق هي هي. نفس الشيء شحوالك انت حرقنا الزنجبيل هذا مالك زي حين زين انت مريض الحين شو ذنبي انا اتعذب وياك يعني خفوا شوي من الحرارة يعني حار زنجبيل اعطنا مكالمة الله يخليك. لا ما بسولف ما عندي شيء، شو بسولف بعد؟ عيد الحب اقول لك. سألوا سألو واحد قالوا له شو الفرق بين عيد الحب وعيد الاضحى؟ كان يقول الفرق انك انت في عيد الاضحى تدفع حق الخروف على اساس انك تضحي به. صح؟ اما في عيد الحب الخروف هو اللي يدفع ويضحوا هذا الفرق. لان مسوين النظارة هاي النظارة، النظارة توني اتصلت فيهم 3700 أدري كم قيمتها. ها؟ تروم اخوي نسائي طبعا إيه فهم عارفين ان 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 والشباب هم اللي يهدون فاكيد بيسوون اشياء حق الحريه ما يسوون شيء حق الريائيل ما تشوف بعد اللافتات تنتشر وعبارات الحب القلائد هاي القلاده قيمتها 200 درهم يبيعوا لك اياها ب 3000 درهم ليش والله فيها حبات الماس يقصون على الناس الله المستعان وبتلعوزنا انت زين عطنا مكالمه لا أقول هبي ولا غيره، إن شاء الله أيامنا كلها هبي، إن شاء الله أيامنا كلها حب وأمن وأمان وسعادة ورخاء، لا محتاجين فالنتين ولا غيره، نقول له، السلام عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، النور السرور. صدق صدقت والله في اللي قلت عنه الفالنتاين وعن هذا بيزعلون عليك يا ريال اسكت <applause> والله خليهم يزعلوا هذا من شو اسمه تتبع للغرب تتبع في كل شيء هذيلا شوف ينشرون 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 فكر مسموم بس مع الاسف الشديد من... الوحده م... الوحده و... و... والناس تنجر ترى هذا فكر اليوم نحن يمكن بناتنا كانوا بعيد عن هذا الشيء بعيد عن الحب والرومانسيه وغيره وشغلتهم امور الحياه وامور التربيه وامور مثل الدراسه وغيره 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 فحين تبدا الوحده تشتاق تقول والله ليش ما يكون عندي حبيب يبلي هديه مثل ما هذيك يابلها صح فمع الاسف الشديد الواحد ما ينتبه خل على الله يا طويل العمر وكل شيء على الله, الله قول قول يا طويل العمر انا عندي مشكله في في الاقامه انا طبعا من اليمن مواليد الامارات ودارس في الامارات وكل شيء يا مرحبا الله يحييك اشتغلت في الار اللي في دبي م -م. سأل في 2003 اها فصارت الظروف وانقطعت عن العمل والحين تقريبا صار لي حق 10 سنوات فلما جيت اراجع في الفتره الاخيره اللي كان فيه العفو حق المخالفين وكذي يسمحوا لنا فيها الشيوخ فقالوا لي لا تصير الشركه تطلع جوازك جوازي في الشركه مه. والشركه يا طويل العمر طالبتني مبلغ الف درهم اللي هي في مخالفتين او ثلاث مروريات والباقي كان متاخرات اني ما خلصت اجراءاتي في الشركه مه. فكان يحسبوا عليه كل شهر 100 درهم مم. فالاجمالي صار 15 منو معي بس ونا... عفوا نعم منو معي ذكرني باسمك عبد الله صالح محمد عبد الله صالح محمد في اي مار عبد الله اي نعم في في دبي زين موضوع انا في دبي بس مقيم في المنامه في راس الخيمه في طريق راس الخيمه القديم زين كمل وبعدين فلما جيت اراجع الشركه قالوا 15000 شرحت لهم الظروف وكذي ساعدوني نقصوا عليه 2000 درهم مم. بعد ما سووا لجنه وكذي تقدير وضع من هالاشياء صرت يا طويل العمر البارح حق حقوق الانسان في القياده العامه <applause> فقالوا بنسوي لك اقساط وبنسوي لك كذا قلت له المشكله اصلا ما قاعد اداوم صار لي عشر سنوات انا مو مداوم حاليا اطلع اريد اني انزل اليمن شويه <applause> 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 صارت ظروف عندي هناك الوالد توفى اعطاك عمره الله يرحمه بأخذنا. الله يرحمه شو المطلوب الحين عبد الله؟ فحاليا اريد يعني مثلا حل وسط مثل ما يقولوا، ليش حاليا انا انسان مخالف صار لي 10 سنوات. زين هم عطوك حلول ترى في الشرطه عطوك حلول في, في, في قلت لي اقامتك على وين على المواصلات؟ اقامتي انا يعني سويت تاشيره بس ان اقامتي كانت على الوالد الله يرحمه، فلما جيت اشتغل سوي م. لي قال سوي تعديل وضع م. وتعال داوم. سويت تعديل الوضع على وين سويت تعديل الوضع؟ ار أه الشركه يعني الار تي زين فاهم كيف؟ فداومت في الشركه وانقطعت عن العمل. هم. فلما جيت اراجع في الفتره الاخيره قالوا عليك متاخرات وكذي والمبلغ الاجمالي يعني طلع 13000 بعد ما خصموا عليك زين الحين شو الحل من وجهه نظرك انت؟ الحين والله انا اشتكي ارسلت لحقوق الانسان قالوا احنا اقصى شيء نقدر نسويه نساعدك ان احنا نسوي اقساط. زين قلت له يا طويل العمر حاليا مخالف وما اشتغل. هذه فلوسهم يا طويل العمر بعد هم محتاجين فلوسهم هاي ب... هاي مؤسسه وظفتك وانت سويت مزين. مخالفات او غيره في رسوم عليك لازم تدفعها. اها وحادف. كيف يعني؟ اتجهت اتجهت انا لجمعيه البرق قالوا جيبنا رساله من من, من الشركه ويصير خير ان شاء الله. انت لهم رساله يا اخوي. قالوا رساله الكشف يعني عن حاله المخالفات. وزي. فقالوا لي واحد من قال في, في شوف القناه الرابع اذا عندهم حل او عندهم اي شيء والله ما عندنا حل لان هي مساله فلوس اللي الحين اللي تدفع اللي الفلوس هاي كم المبلغ اللي عليك؟ المبلغ يا طويل العمر 13000، المشكلة مش في المبلغ المشكلة في الحال اللي انا فيه انا حالي ما قاعد ما اداوم وما عندي فيزا فمنين بدبر هذا المبلغ؟ هاي المشكلة. المبلغ صح وكلام الشركة صحيح وساعدتني الشركة عشر سنين زين زي وين كنت, فيه كنت, فيه كنت يا اخوي انت؟ عشر, عشر سنين انت مخالف الحين؟ عشر سنين من 2003 زين وين كنت في العشر سنين هذه يا عبد الله؟ كنت والله في البيت، الاهل كانوا هني موجودين قبل بعدين سافروا ونزلوا زين ليش ما تشتغل في عشر سنين؟ كنت انا في هذيك الفتره مخالف يعني. زين حتى لو مخالف يعني ليش ما صرت كان ليش ما سعيت على اساس تعدل وضعك؟ ليش ما سعيت على اساس انك تشتغل؟ ليش يا طويل العمر الاهل كان الاهل كانوا هني فاذا قلت انا بطلع وين بنزل اليمن؟ انا مواليد الدوله اليمن ما شايف انها. لا عفوا يا اخوي ما يخص هنا اهلك موجودين طيب اهلك يعني اجلس عالي عليهم يعني؟ في من الصوبين يعني هي صعبه سواء انا قعدت على على الاهل او سافرت اليمن هناك ما اعرف حد اليمن البلدي ما شايف اصلا يعني احنا نعتبر كمواليد الدوله ودارسين فيها. اليمن حياتي ما صرت وين بس يعني منو بس يبقى يشتكي ناس اذا طلعت من هي مثلا صرت خلصت اموري طيب يعني هذا ذنب الدوله يعني قصدك ان هي درستك وعشت على ارضها يعني لا لا ابد هذا شو الحين يا طويل العمر بعد ما سافر الاهل انا اخواني وخواتي كلهم تزوجوا وما شفت عرس ولا حد ليش سبت اني قلت اذا طلعت من الامارات ما بقدر ارجع لها مره ثانيه زي هم اهلك كلهم روحوا خلاص المفروض انت تروح وياهم ولا انا غلطان في الفتره الأخيرة. الاخيره في الفتره الاخيره عفوا 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 عبد الله اهلك ما ساروا كلهم اليمن؟ ايه صار اليمن كلهم زين هم ما قالوا عيل نحن عشنا في الامارات ومفروض ما نطلع ترى كل واحد يرجع لبلد بلده صحيح. اصلا صحيح. وين ما كان يعني. لازم في في الفتره الاخيره لما جيت اراجع قالوا بس اني اجلس انا مخالف بهالطريقه عشر سنوات بدون شغله بدون شيء ما يستوي يا اخي والله ما ادري على العموم عبد الله مكالمتك على هو ان شاء الله اذا في حد بيساعد كذا في حد عنده حل ان شاء الله رقمك موجود جزاك الله خير والله جزاك الله خير نقول له الو الو بناخذ شوية رسائل يقول الوضع تراكم الدين عليه قيمة اثاث المنزل من خليجية للاثاث ولم استطع تسديد المبلغ قاموا بفتح بلاغ ضدي بمركز دبي يا اخوان رجاء 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 يعني شوي يبعدوني عن الطلبات الشخصية لان توصلنا ملاحظات على البرنامج ان البرنامج سوى برنامج خيري يعني فشويه يا جماعه الخير لان ناس عندهم ملاحظات ناس عندها اقتراحات ناس تبغى تتواصل مع جهات وزارات حكو مؤسسات حكوميه ودوائر وغيره فيوم في تجيني مكالمات مثل هذه تاخذ من الوقت تاخذ من المساحه هذه تاخذ من الحيزها فرجاني يا اخوان ابعدوني عن الطلبات الشخصيه يعني هذا واحد مطرش يقول اثاث طيب يا اخي انت اخذت اثاث يعني انت لو ما ما عندك مقدره تشتري هالاثاث كان ما اشتريته يا اخي هذا يقول عراقي الكردي يمشي بالاقدام او على أقدامه المفروض من لندن الى اربيل بالعراق لمده 98 يوما هذا تشجيع وتذكير الاخ أه. نقول اسمه ولا ما نقول اسمه للاخ فلان لكي يمشي من عجمان الى راس الخيمه شو اللجنه الطبيه شو اللجنه شو شو في الريال ما في شيء يقول لك الوضع تراكم زي هو هذا نفس الشخص مطرش رسالتين هل ابو يوسف يستفسر عن شراء سنوات الخدمه للحكومه الاتحاديه كيف قلت بستفسر والله ما حصل جواب يا طويل العمر ما حصل جواب للحين لانهم عندهم الظاهر قوانين جديده في الخدمه المدنيه وفي الموارد البشريه فما فهمت شو الاجراء عندهم بالضبط لكن بالنسبه ل ضم الخدمة تقريبا عندي فكرة اللي هو عشرين في من الراتب تقريبا مضروبة في عدد الأشهر أو عدد السنين اللي خدمت فيها تدفع لهم المبلغ وبعدين في موضوع اللي هو أنك أنت الحين السنة هذه إذا بتتقاعد لازم يكون عمرك ستة وأربعين سنة وخدمة 20 سنة يعني لازم اثنينه لازم شرطين الشرط الاول انك مكمل 20 سنه في الخدمه ثاني شرط ان يكون عمرك 46 سنه السنه هذه السنه الجايه 47 السنه اللي عقبها 48 وانت ساير لين سنه 2017 2017 راح يتوقف العمر على 50 سنه يعني لازم يكون عمرك 50 سنه ويكون تكون خدماتك 20 سنه واذا بتتقاعد قبل ما تكمل احد الشرطين هذه او الشرط الثاني بالاحرى اللي هو العمر يعني عندك خدمه مثلا فلنفرض 20 سنه والعمر الحين مثلا السنه هذه قلنا 46 ما كملت 46 انت عمرك مثلا 44 او 40 مثلا تكمل المده لازم اربع سنوات او خمس سنوات او ست سنوات بدون راتب لين ما يوصل عمرك 46 عقب يعطونك المبلغ اللي تستحق طبعا هذه فيها حسب يعني حسبه معقد يعني كل سنه راح تزيد عليك سنه فالله المستعان شو الغرض ما ادري يعني خدمة خلاص خدمة عشرين سنة ريال خدم عشرين سنة يبغي يتم يتم ما يبغي يتم يا أخي كيف قاعدوا ما أدري شو هالربطة يعني زين الموضوع المديونية غير متعثرين والله تعبنا البنك في شيء جديد من البنك المركزي ولا لا ولا لا طمنا طمنا بس زين ما في شيء للحين ما في شيء بعد نرجع نقول إنه في يمكن فوق الست آلاف طلب عندهم الجماعة شغالين خلصوا ربع هالرقم تقريبا وان شاء الله جاي الدور على الباقي والجماعه الله حق شغالين يعني ما نقول انهم ما يشتغلون لكن ان شاء الله نتامل خير نتريى بعد شوي نطول بالنا عندك مكالمه نقول الو الو السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عزيزي بغيت اطرح موضوع ابناء المواطنات شو الموضوع يا اخوي؟ الموضوع يا اخوي ان عندي انا اخوان من لم نعم و نعم وياك ابو خليفه بو خليفه زين و... عندي اخوان من لهم و... والله يطول بعمر الشيخ خليفه منزل المرسوم امم بخصوص ان المواطنات واحنا مقدمين من قبل رمضان هم. ولحد الان نراجع نراجع وين يا جماعه الخير وين يا جماعه الخير هل نزل في اي اماره يا اخوي؟ في دبي في دبي <applause> راجعتهم بالداخليه؟ راجعناهم هناك في قسم الجنسيه والجواز زين هو الداخلي زين شو قالوا لك؟ آه بعد بعد في ابو بعد في ابو الحين كل امورهم متعطله اخوي ما يروم يسجل سياره آه اختي متهم مكملين متهم ما مكملين الشروط فوق ال 18 سنه؟ كل كل مكملين كل شيء مكمل ليش ما تراجع ابو ظبي يا اخوي ابو خليفه؟ يا اخوي نراجع منه في ابو اسالهم هم بيخبرونك تراجع منه ماشي ما في في ابو وين في ظبي يا جماعه الخير في بوظبي في اداره نفس الشيء ترى اداره الاقامه وشؤون الاجانب إدارة الإقامة وشؤون الأجانب <applause> والله ما 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 عندنا لا نحن قالوا لنا قدموا قدموا ها. في دبي الحين أنت ما تراجع المكان اللي تقدم فيه تراجع بس الحين هي هي الحين هاي الإدارة اللي, اللي في دبي ولا في راس خيمة ولا في عمان ولا في الشارجة وين تطرش الأوراق؟ تطرش الأوراق طبعا أبو تراجع في أبو ظبي يا أخي بعدين اذا في شيء اكيد بيخبرونكم يعني شو السبب ان معرقلينكم اذا اوراقكم كلها كامله. مم. رغم ان ما عندي حق اناقش الموضوع لكن ناخذ الشيء بالعقل يعني بديهيه يعني. اكيد آه. تريون في اجراءات معينه آه. ما تعرف هل هي اجراءات امنيه او انه مثلا بالدور او في في اجراءات معينه عندهم يا اخوي تريح حينت... اخوي الاجراءات الامنيه الحين كل شيء بالكمبيوتر عفوا بخليفة نحن ما نقدر نتدخل في شغلهم يا اخوي نحن فكرنا محدود قد ما نحن بنتكلم بنقول هذا المفروض يستوي في يوم وليله صح ولا خلام لا؟ الحين انا تيني انا بالعقل اذا نحن نقيسه بالعقل المفروض تقدم اليوم باكر تحصل على حسب الشروط، لكن في عندهم هم اجراءات ثانيه يا اخي في امور اللي امنيه، اللي في تدقيقات أمنية, امنيه، في اخي وايد اشياء يا اخي تمس دوله يا رجل هذه ما بشوي يعني فشوي نعطي نلتمس العذر يعني واللي كم كم, كم كم كملت الحين من قدمت لهم؟ الحين من قبل رمضان؟ يعني كم؟ بعدنا ما كملنا سنه زين؟ صح؟ الحين ما شاء الله لا عفوا عفوا ابو خليفه خليك شوي شوي حسبه ما كملنا سنه ما كملنا سنه زين الحين هم 18 حين سنه صابرين ما شاء الله وكم اعمارهم؟ الحين اخوي 22 22 و 21 و 18 ما شاء الله صبروا كل هالسنين وكل هذا ويتهم البشاره الحمد لله رب العالمين بتتغير حياتهم 180 درجه فشوي الواحد يطول باله زين صدق يطول باله اخوي صدق يطول باله ما في مشكله الحين الحين ما شاء الله يدورون ابناء المواطنات وابناء المواطنين برا الدوله برا الدوله يدورونهم. نحن ما نقول لا دي. يا طويل العمر بس الحين خلف بعدني ارجع اقول لك انه في اجراءات معينه. بعد اعتقد عين. اليوم 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 اسمع في نور دبي حتى مسوي لهم وظائف يعني هذول ابناء المواطنات. صح ولا لا؟ وقالوا 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 يعاملون بالمثل يعاملون بالمثل بعد شنو نبغى اكثر عن كذي؟ شوي نطول بالنا يا اخوي الحمد فيها لله رب العالمين يعني الواحد يطالع وين كان وين صار؟ شو الوضع اللي كان قبل وين الوضع الحين؟ زين صدق نظرة تفاؤل شوية ابو خليفة جزاك الله خير امورهم امورهم شيخي كلها واقفة قبل كانت واقفة بعد عيل من 18 سنة يمكن واقفة من 20 سنة يمكن واقفة الحين نص نصبر سنة قبل اعطينهم جوازات زين اعطيهم الجوازات و... ويراجعون ويعاملونهم في المستشفيات المشكله الحين دلوقتي. يعني نحن ما يعني خلنا... خلنا نفكر فيها بطريقه ايجابيه الحين هم بيحصلون مش يعني موضوع انك انت مقدم تترى يمكن هي ويمكن لا لا الموضوع أنه اكيد بيحصلون بس هي مساله وقت مساله وقت مسألة وقت طول بالك شوي بخليفة وإذا أنت والله مستعيل زيادة راجع ابو ظبي وشوف إن شاء الله تيسر لهم لكن هم هم متلعوذين هاي مو مو معاناتهم هم بس هاي معاناة كبيره متلعوزين والله ما ادري شو في دوامات ومتلعوزين في في هذا الحين يا اخي اعتبر انت ما صدر قرار شو كانوا بيسوون؟ ما صدر قرار لا حول ولا قوه الا بالله شفت كيف؟ لكن لكن صدر ايه فانا لك ترى الحين صدر القرار الحمد لله رب العالمين وبتتغير اوضاعهم 180 درجه للاحسن فشوي نطول بالنا بس هذا اللي اقدر اقول لك اياه يعني رغم ان نحن انا انا مش من صلاحياتي على فكره نتكلم في الموضوع نهائيا، مفروض اقفل الموضوع، لكن انا بعدني اقول ان نحن شويه يكون عندنا تفاؤل ونتامل خير ونتريى شوي ما دام ترينا كل هالسنين يعني كلها مساله كم يا من يعني بالكثير يا كم يا من شهر او كم من اسبوع يمكن متفائلين متفائلين والامور كلها الحمد لله تمام، لكن ان اشوف حالتهم فهذا يحز في نفسي هذا اللي حاز في نفسي ان اشوف حالتهم واشوفهم متلعوزين واقول الاجراءات لي ليش تتاخر؟ نحن الحمد في الامارات. هم شو قالوا لك؟ خير. هم أه بعد الموضوع في ابو ظبي واحنا ننتظر. زين لهم براجع ابو ظبي وين في ابو ظبي؟ بنقول لهم براجع ابو ظبي. هي لهم براجع, براجع في ابو ظبي وين في ابو ظبي؟ دلونا على المكان. بس هذا هو. شوف يا اخي يمكن هيك الجواب اللي يرضيك انا. ان شاء الله حياك الله يا ابو خليفه بالتوفيق ان شاء الله حياك. نقول له الو. الو 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 السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايش حالك اخوي يا مرحبا اختي تفضلي اخوي انا عندي مشكله مه. انا مواطنة ساكنة في ايمان مه. زين ابوي عسكري مه. زين ابوي يخصم عليه البنك ويخصم عليه الاسكان وانا بنت توني يعني من سنتين متخرجه من الثانويه وقاعده ادور على وظيفه بس عشان اساعد ابوي وعندي اثنين اخوان كبار ما يداومون ليش يعني والله لان اه عندهم شهادات ابتدائيه يعني وين بياخذونهم؟ زين اخوي قدم مرتين في الجيش اول مره رفضوا ما ادري ليش والمره الثانيه اه قالوا لي اللي يجيب الليسن أنا محجوز والله والله ان حالتنا وايد صعبه يعني حتى ما نروم من ظهر سنة من من الحج وابوي راتبه ما يكفينا يعني لين اخر الشهر نحن خمسة سنوات. ليش محجوز يا اختي؟ اه ما ادري لسه منتهي شيء شيء. انزين ويعني ولا حد فينا يداوم حالتنا والله وايد صعبه نحن اخذنا بيت في عمان وشيء فبس لان الاسكان يخصم والبنك يخصم يعني ما تقال لنا شيء والله ان هالشهر يعني نحن كيف اقول لك يعني وايد خاص من على ابوي. مم. وانا ادور وظيفه وشي لين الحين ومحصله أحد والله والله ان ابوي شو شهادتك؟ شو شهادتك؟ ثانوية يعني ثانوية عامة متى مخلصة الثانوية؟ من سنتين ما عندك دورات وما عندك شيء ثاني؟ أه لا زين لسه كريم الله يخليك علي بياخذ رقمك اذا في حد ان شاء الله نشوف زين هذه رساله تقول يقول ان شاء الله بخير طولت الغيبة نتمنى نشوفك الاسبوع مرتين ورد اتصال ببو ندى صديق البرنامج ولا اتصل في بن غافان واسمع شلت اخوك ابو تحياتي لك يا ابو مايد الله يجزاك الخير زين امنيتي اقابل وسلم على اعظم رجل شيخنا وحبيبنا الشيخ سلطان اطال الله في عمره وادامه وادامه سالما اخوكم علي شوفنا ابو راشد زميلك احيده ساير يصب يصبح بال يصبح <applause> ساير يصبح بالجن في مسافه عسى ما حصل له صفعه طمنا عليه ما حصل له صفعه اتصل فيه شوفه يا اخوي وين ابو راشد؟ ساير يطمن على الجن هناك <applause> على فكره ابو راشد ما يؤمن ترى بهالاشياء مش ما يؤمن بالجن ما يؤمن بالسحر وما سحر وغيره رغم ان الجن جزء من السحر يعني عندنا مكالمة نقول الو جمع الله لك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما ادبر وخير ما اقبل وصباح الخير بيوسف اخوك سالم القادي تحياتي لك يا ابو غنيم جزاك الله خير على الدعاء ولك مثل ذلك وللمستمعين كل والمشاهدين كلهم ان شاء الله نقول الو الو مرحبا اخوي الخط المباشر؟ هي نعم الخط المباشر بس بند التلفزيون اخوي انا اتصل لو سمحت عارف. انا عندي شويه كلمه كلمتين بس <applause> بندي التلفزيون عندك لو سمحت يا اختي الو الو <applause> 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 خلاص علي عنده مقص <مقصعود>. ماشي اللي ما يسمع الكلام على طول زين هذا يقول ساعدها حليلها والله شو ساعدها شو اسوي يعني ما ما في اي شيء والله المفروض تتوظف يعني فان شاء الله يعني مكالمه تعال هو يا جماعه الخير اذا في حد ممكن يحصل له وظيفه وممكن يساعدها بطريقه او باخرى فحتى اخوانها يعني الله المستعان نقول الو 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 مرحبا السلام عليك يا اخوي السلام ورحمه الله وبركاته تعال صباحك طويل العمر وصباحك يا طويل العمر شفت عندي ملاحظه بس عند في فتحه هذا المعهد الاسلامي الجديد هذا في مشيرف مشيرف منو معي شيء؟ في, في الجرفي ولا مشرف؟ ما ادري والله. المعهد الاسلامي في عمان. المعهد الاسلامي. اي. زين. انت وياي طال عمرك من ال من من الجذع جاي يعني من المرور ويا كذا بس تصير المعهد. اها. وين المسجد الشيخ زايد ظني والشارع في ما ادري وايد صراحه. نعم. في فتحه هنا. يوتيوب عشان تلف فتحه على اليسار تلف تبى المعهد مره ثانيه. مه. في بيت بالضبط مقابل الفتحه، الفتحه هذه ابدا يعني لا قبل مطب المفروض تكون قبل مطبق قبل الفتحه هذه مطبق يعني الواحد لو بيلف سي سيارات مسرعه هناك والمكان ضيق الفتحه ضيجة جدا يعني فالواحد ما يقدر يعني قدر الله شيء يا اخوي نوعي بس بو بطي بو بطي والنعمه بو بطي مالك زول حبيب الله يحفظك نعم حالك فالفتحه هذه طال عمرك عزك الله والسامعين اللي ضيق شويه تلف ما تلف السياره تلف وفي المفروض يكون وجود مطبق قبل الفتحه باتجاه الثاني يعني. على الوجود مطبق بو بطي؟ الغالي تقترح وجود مطبة ولا يسكنون فتحه ولا شو؟ وجود وجود مطبة نعم وجود مطبة بحيث الواحد يقدر يعني ساعات سبحان الله تبني السيارة ولا حرمه ولا ريال جيب ولا كذا لأن ما شاء الله هذا مطلق من في حوادث شيء وبطيء على الشارع والله انا يعني ما انا ما مريت مرتين ثلاثه اشوف يعني اتريس يا ما شاء الله عليهم يطوفون عليك من هناك لكن لو يعني حبذا لو احنا نبغي من اداره المؤخر اداره مرور كذا او شيء يعملون مطبه واحد يكون يتفادى يعني وجزاكم الله خير وشاكر لكم الله يحفظك جزاك الله خير يا ابو بطي شاكر لك حسنك ويجيك الغالي الله, الله يحفظك سلم على الله. علي وعلى ابن حسين سلام يا حضرتك الله يا طويل حفظك الله ناخذ مكالمه نقول له. أنا الو الو السلام عليكم السلام ورحمه الله <applause> وبركاته كيف الحال يا مرحبا اخوي ابو كيف حالك ابو معك براشد الجاز اليوم والنعم 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 كيف براشد حالك صاير عند الجن في فيك زي زين يا زين المهم طال عمرك انا عندي مشكله يا اخي بغيت منو معي بس حرف. ها منو معي انا محمد بن عبيد من العين طال عمرك تفضل يا محمد عندي مشكله طال عمرك من زين ابى اتواصل طال عمرك على استوديو واحد تبغى تتواصل ويا استوديو واحد؟ اي نعم. شو المشكلة؟ المشكله كبيره تصل فيهم طرشوا لهم رساله بيتصلون فيك على كم رقم اخوي؟ يا اخوي انت تتابع اذاعتهم هم انا تابعهم الحين انا تابعهم الحين حاط مره طال عمرك موجودة الحين مره زين <applause> انا اتابعهم يقولون الرقم كل شويه كل فاصل يذكروا لك الرقم ايوه انت الحين حصلت خط عندي انا وما محصل هناك طريقه تتواصل وياهم يا محمد عبيد والله العظيم ما حصلت شلت بعد نص لا هم كل شوي عندهم فاصل ما شاء الله يعني ايوه هو هذا الفاصل جزاك <مثل> <مثل> الله خير اسمح لي بو محمد بو محمد ولا؟ ابو <مثل> يوسف ابو يوسف ابو يوسف؟ اقول لك نعم خلاص طرش لهم رساله لا تتصل فيهم هم <applause> مجرد ما تطرش لهم رساله الجماعه على طول يتصلون فيك عندهم عندهم طاقم عمل وهذا وعندهم عندهم عندهم سياسه معينه يعني <مثل> رساله ها؟ <خالف> اكتب اسمك <مثل> وقلهم يرجى الاتصال واكتب نبذه <مثل> عن الموضوع وطرش <applause> لهم ان شاء الله على طول بيتواصلون وياك جزاك <مثل> 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 الله خير حياك الله وياك ان شاء الله يا أخي محمد حياك حياك يا طويل العمر اسولف شو يا اخوي؟ <applause> ماشي سوالف، <أسؤاله>. خلصت السوالف. <applause> تريى حد يسولف ويانا. أه في سكيك طبعا في جريدة أه الامارات اليوم يقول: أفاد قارئ بأنه أراد شراء سيارة مرهونة لبنك اتش اس بي سي، وذهب مع مالكه إلى أحد فروع أبو ظبي لدفع المتبقي من القرض، فأصرت الموظفة المختصة على وجود جواز سفر ولم تعترف بهوية الإمارات. مدعيه ان هذه هي تعليمات البنك المركزي كما طلبت مبلغ 460 درهم لاصدار براءه ذمه عاجله او الانتظار لثلاثه ايام للحصول عليها مجانا لان الموظفه المختصه في اجازه يعني لا تعليق كعوب يقول لاحظت قارئه انتشار احذيه تباع للفتيات الصغيرات كعوبها مرتفعه ومضره بالصحه وقالت انها تؤدي الى تشوهات في القدمين والعمود الفقري للطفله وتعرضها للخطر لخطر السقوط ودعت الجهات المعنيه في الدوله الى وقوف او وقف عفوا استيراد ومنع بيعها لقله وعي بعض الاسر بخطورتها مثل البنات الصغار هم الحين كل وحده يا اخي والله مصيبه الصغيره تبغى تكبر والكبيره تبغى تصغر والمتينه تبغى تضعف والضعيفه تبغى تمتن والقصير يبي يطول والطويل يبي الله المستعان. يقول بعد قال قارئ انه قدم للهويه ودفع غرامات، قدم للهويه ودفع غرامات ترتبت عليه من 14 سبتمبر الماضي ثم تم تعديل الطلب بتاريخ 14 اكتوبر، لكنه لم يحصل على الهويه من فرع المفرق في ابو ظبي والامر نفسه ينسحب ينسحب على ابنه الذي قدم طلبا بتاريخ 26 سبتمبر ولم يحصل على الهويه بعد. الاخوان في الهويه ما ادري شو سبب التاخير. زين كذلك خضار يقول شكا مال ربيعنا مال خضار يقول شكا متسوقين بيع اشخاص اسيويين في سوق الخضار والفواكه مواد تالفه موجوده داخل علب او اكياس كبيره لافتين لتكرار ذلك مطالبين البلديه وحمايه المستهلك بالرقابه على جوده الخضار والفواكه اسوه ببقيه المواد الغذائيه ناخذ الفاصل ونرجع